عليه يا اخي تلعب وحدها؟ وعليش الكل مقصيين؟ ليه مش مليح؟ مش احسن لو كان يعملوا حاجه مع بعضهم؟ مش هكيك اذكى؟ والحياه مش تولي خير لنا الكل؟ اما العالم مختلف زعم عليه. حياتنا الكل قائمه على عديد من الموارد، مش كان التنوع البيولوجي، اما زاد المساحات الاجتماعيه في المدن متاعنا، التعليم والعلوم وكل عالم الديجيتال. في الحقيقة فما ما يكفي من الموارد هذه للناس الكل. أما العالم مش هكاك، الطبيعة والمساحات الاجتماعية ما عادش متاحة للجميع بحكم إنها ماشية أكثر وأكثر نحو الخوصة. التعليم ولا بضاعة، والحرية في عالم الديجيتال قاعدة تتقلص على حساب الاحتكارات الخاصة. فما شكون يسميهم حقوق الاستخدام؟ السبب هوني بسيط، كل ما ينقص التزويد وكل ما البضاعة تكون نادرة كل ما الاحتياجات تتخلق، واللي قادر باش يخلق هالندرة والاحتياج ينجم يصور بارشا فلوس. نورمالمون هكا كيفاش لازم الدنيا تكون، اون توكا من منظور المستفيد من الوضع. من النظرة الاولى كل شيء من اللي قلناه يظهر معقول، لانه هذا قائم على الحجة التالية انه لو كان نعطيه حرية التصرف في الموارد للعباد وحدهم، النتيجة باش تكون المبالغة والإفراط في الاستعمال دون شفقة. خلينا جوست نتخيلوا قرية فيها ثانية وين يسرحوا بالغنم، وين كل سارح ينجم يسيب كان علوش واحد. علاش واحد تكها؟ ساعة الربح باش يزيد كان جاو 10. الحكاية كان كل سارح يتصرف وحده، الثانية تشيح من العلفة، سكان القرية يخسروا رزقهم الكل. نورمال مو هكا ولا؟ في الحقيقة الناس تميل انه تتصرف بطريقة اخرى. الناس يتواصلوا مع بعضهم، يتفقوا على قواعد، ويتحملوا جميع مسؤوليات الملكيات والفضاءات المشتركة بيناتهم، ويضمنوا الحفاظ عليها، لانه المنفعة متاع شخص هي زاد المنفعة متاع شخص اخر. هذه هي الفكرة وراء المشاعات. هوني نحكيه على مجموعات تخلق قواعدها الخاصة باش تسير وتنظم الاحتياجات المشتركة. كل واحد منهم يحرص ويضمن أن المشاعات تستمر في النمو والازدهار من أجل الجميع، بغض النظر عن كونها في الطبيعة أو في المجتمع، في التعليم أو في الثقافة، أو حتى في كل ما هو رقمي وأنترنت. المشاعات هي فكرة أساسية لواقع برشا عباد في العالم، وبلاش الفكرة هذه حتى التساؤلات الكبار كيما التعليم والصحة والتغيير المناخي والأمن الغذائي العالمي ما نجموش نجاوبوا عليهم.